ما زال لحد الآن لا يوجد في العراق قانون لحماية الطفل. إحصائيات أو بيانات قد تكون غير متوفرة بشكل كبير جدا، باعتبار أن الكثير من القضايا لا تصل للقضاء أو لا تصل للإعلام بسبب الأعراف وبسبب المشاكل المجتمعية. يعني تكثر هذه الحالات تعنيف الأطفال في المناطق الشعبية، باعتبار هذه المناطق الشعبية ما يسمى بالحواسم، يعني مردودها الاقتصادي مردود ضيق جدا، فتعتمد بالتالي على الأطفال وعلى النساء وعلى الرجال حتى كبار السن في جلب الأموال غرض العيش. بعد التحقيق والأسئلة المباغتة لذوي، نكتشف بالتالي أنه الجانب الاقتصادي هو أهم جانب وسبب لتعنيف الأطفال. أخوي دائما يضربني. ليش يضربني؟ أنا أشياء بسيطة. طيب يعني أهلك؟ أهلي ما يدافعوني. ليش ما يدافعوني؟ ما أدري. طيب ليش يضربك؟ يضربني على أشياء بسيطة، أنا ما أجيب له شيء مثلا يجي يضربني. أخوك كبير؟ إيه عمره 14 سنة. يضربك بشي يعني؟ إيه. شنو؟ سوندي مثلا بيده. كنا هنا ناس يضربوني ويصوروني بس ما ينشروني، وبيتي شو كوبية ما تنشر. فان طقني أختي الكبيرة، أبوي ما عرض بي، أبوي ما عرض بي، جم يطقوني ويموتوني. لأن ماذا القانون يتحدث عن الإيذاء بين الكبار وليس من الكبير للصغير، بالتالي العقوبة هنا مخففة. فلهذا هذا خلل قانوني كبير يعاني من التشريعات العراقية بعدم وجود مادة خاصة تتكلم عن التعنيف ضد الأطفال. أنا أتكلم بوضوح وصراحة، الطفل إذا ما يسأل عندنا ترند والله ما حد يأخذ حقه.